أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج استمرار استقبال شون وصوامع المحافظة للأقماح الموردة من المزارعين والموردين حتى نهاية شهر أغسطس. وقالت مديرية الزراعة بسوهاج إن هناك إجراءات رادعة يتم اتخاذها ضد الممتنعين عن توريد محصول القمح وفق القرار الوزاري. توريد القمح محافظة سوهاج موردة حتى تاريخه 110,000 طن، ونأمل ان احنا ان شاء الله هنزيد الفترة الدانية لان التوريد مستمر لنهاية شهر اغسطس. فيما غير ذلك لا تقدم اي خدمات زراعية للمزارعين القمح الا بعد الاطلاع على الموقف التوريد، وبيتم صرف الاسمدة مقابل توريد القمح، وفي حالة عدم التوريد لا تقدم اي خدمات زراعية من الجمعية الزراعية للمواطن.